الشاهد قبل الحذف. في الحلقة السابقة حلم دحومي بالنجومية واستعان بالقط أبي شنب لتصوير مشهد مفبرك ونيل الدرع الذهبية. ترى ماذا كانت تفعل بسمة خفية عن دحومي؟ ابقوا معنا لمعرفة بقية الحكاية من مغامرات بسمة ودحومي. يا شباب، بالأمس اقتحم منزلنا وحش حقيقي، وحش مرعب، وما إن دخل المنزل حتى حطم قفص الببغاء وأكله لحمة واحدة. طردني من مكان إلى آخر. يقفز كالغزال، يزمجر كالأسود، أنيابه قاطعة ومخالبه حادة. وأخيراً ها هي اللحظة المنتظرة، الفائز الجديد بالدرع الذهبية هما بسمة ودحومي. المشهد الذي صورته بسمة بالتعاون مع أخيها يبين للناس كيف يقوم البعض بفبركة المشاهد بهدف الشهرة. مبارك لكما يا بسمة ودحومي. دحومي، نعم، هذا ما كنت تحلم به. صرت مشهورة ولكن بطريقة مختلفة. أصدقاء سبيستون، لا تنسوا الاشتراك في قناة سبيستون على اليوتيوب لمشاهدة الحلقات التالية من مغامرات بسمة ودحومي.